أكيد مهم جدا نتكلم على منتخب إنجلترا في مواجهته أمام منتخب تونس، والراجل اتكلم بكل عقلانية، اتكلم على نقطة مهمة جدا وهي مشكلة العرب اللي اتكررت في 3 مباريات، وهو عدم التركيز لحد آخر دقيقة. لحد آخر دقيقة لابد من أن كل اللاعبين يعني يبقى عندها وعي، يبقى عندها تركيز. المباراة مش بتنتهي غير بصفارة الحكم. اللاعب العربي عنده شوية استعجال ان هو خلاص دخل في الدقيقة 90، خلاص ال4 دقايق او ال3 دقايق او الدقيقتين اللي بتحسب وقت بدل ضايع هيمروا بسرعة، ما يعرفش ان ممكن الدنيا تقوم وتقعد في اقل من ثانية. وده اللي حصل مع منتخب المغرب ومنتخب مصر ومنتخب تونس. منتخب المغرب فرط في تعادل مهم جدا كان يعني يديله فرصة، لكن وجود منتخبين أقوياء زي البرتغال وأسبانيا بيصعبوا من طبعا بيصعبوا عليه من مشكلته، يعني من تأهله. واحنا بنتكلم على المغرب معانا ايضا واحد من نجوم المنتخب المغربي اللي شارك في كأس العالم 94، الكابتن احمد البهجة. برحب بحضرتك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا كده، الحمد لله. كابتن احمد طبعا برحب بحضرتك على قناه الاهلي، لكن عايز اعرف راي حضرتك في طبعا منتخب المغرب واداءه امام المنتخب الايراني، وهل فعلا هي مشكله ان اللاعب العربي مش بيعرف يركز لحد اخر وقت من المباراه ولحد صفاره نهايه الحكم؟ هذا المشكل. احنا يعني كل العرب في المشكل هذا، خاص هذاك الشيء ما كناش نتعلموه من الناشئين ومن يعني وحنا طالعين وحنا غاديين حتى نوصلوا للقسم الاول. يعني ما تركزوش في المباريات اللي تبدا في الاول، يعني نتحمس وبسيط، ولما تشوف الكره من الجنب ولا من احد المباريات يعني تفقدوا هذاك التركيز. يعني هل حضرتك شايف ان بعد منتخب المغرب ما خسر من منتخب ايران، عايز اعرف راي حضرتك في فرص منتخب المغرب امام منتخب اسبانيا وامام منتخب البرتغال؟ والله كنت فزنا في المباراه الاولى كان يكون عندنا حظ قوي، ولكن احنا دوكا فاز علينا ايران وتقابل بطل اوروبا وبعدين تقابلك بطل العالم. يعني صعب 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 قوي باش يدوز المغرب الدور الثاني. يعني ما لو فزنا المباراه الاولى كنا نكونوا متحمسين ونكونوا واحد الدافع على ذاك الانتصار الاول، ولكن هزنا المباراه الاولى خلاص. يعني البرتغال ما غادي تسمح لك باش تفوز عليها ولا تجي معها نتيجه يعني مع البرتغال. طبعا عايز اعرف راي حضرتك يعني اخيرا في منتخب مصر. منتخب مصر عنده مباراه مهمه جدا امام المنتخب الروسي، هل حضرتك شايف منتخب مصر ومستواه قادرين ان شاء الله على الفوز ضد منتخب روسيا؟ والله بصراحه منتخب مصر يعني تاسفت عليه في المباراه الاولى اللي هو كان مقدم يعني واحد المستوى رائع، ويعني كان مقدم يعني روح في الملعب، ويعني وكانوا عايزين النتيجه، واخا يعني قدامهم 2 راس حربه من احسن راس حربه في العالم، يعني كسوارت كابانو، يعني وقاوموا معاهم، ولا لولا الغلطه اللي كانت في الاخير كان الاقل شيء هو المنتخب المصري يخرج بنتيجه التعادل. يعني واخا صلاح ما موجود معاهم، ولكن الفريق المصري زعما يعني بدون صلاح كانوا في المستوى، وكانوا يعني ما عندهمش يعني ما اثرش عليهم يعني صلاح في المباراه. يعني لاعبين مستوى رائع وتغطيه في الوقت، ويعني ويهاجموا ويدافعوا، يعني الحق اللي ما كانش معاهم في هذه المباراه. ولكن انا مرشحهم ان شاء الله في الماتش ديال روسيا باش غادي يفوزوا ان شاء الله ويفوز المباراة الثانية ويدوزوا للدور الثاني. قاش أنا تونس والمغرب وتونس ومصر هما اللي مرشحوا للدور الثاني واخا الهزيمه ديال التونس يعني ولكن احمد البهجة يعني كلامهم على منتخب مصر كلام